شاء الله ما يكون في اشكال. ما بعرف شو عم يصير. للاسف للاسف عم يصير اشكال. طيب للاسف يعني الوقت كنا ناطرين نكمل معاملاتنا. ان شاء الله ينعمل كنترول سريع على الشيء اللي عم يصير بالملعب. دخلوا لحتى تنضبط الامور بشكل سريع. هون عم بيجت عليها عم بتوقف لاعبي فريق الشرفيل على اللوكرز لتنضبط الامور سريعا. حتى عم نشوف كائج مثل هيك وعم يشتغل ليهدي الامور. اذا للاسف يعني ما كنا حابين ابدا تنتهي المباراه بهالشكل، كنا حابين نكمل بشكل طبيعي. في قلكم انه انضبطت شوي الامور بس لنطمن الكل، انضبطت الامور، المباراه عم تنتهي. رح نلتقي نحن وياكم مشاهدي ام تي في السبت على 5:45 الانطونيه على ارضه بملعب وبعبد الحدث. رح يستضيف فريق الحكمه مباراه رح يكون فيها اجنبي جديد للنادي الاخضر، لاعب بتعرفوه من البطوله العربيه، لعب مع المحرك البحريني. من هلا لوقتها بشكر حسن المتابعه. بدي اودعكم اعزائي المشاهدين، للاسف النهايه ما كانت حلوه مثل ما بنتمنى. الى